فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس يقول في تشهدهم اللهم صل على سيدنا محمد. لا، هو سيدنا عليه الصلاة والسلام، ما في شك، سيد ولد آدم ولا فخر كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نتبع الوارد، ما ورد أنه في الصلاة يقول سيدنا محمد، ولا ورد أنه في خطبة الجمعة يقول سيدنا، نحن نتبع الوارد، وليس معنى هذا أن ننكر أنه سيدنا، بل هو سيدنا صلى الله عليه وسلم، السيد ولد آدم كله. نعم.